لحظات المباراة المرتقبة بين الأهلي والوحدة بفوز الأهلي العظيم 2-1. أحرز الأهداف عمر السومة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء بعد أن ظن الجميع أن الأهلي سوف يخسر المباراة بعد الهدف الذي أحرزه الزوري في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول. ثم يأتي الشوط الثاني بضغط فظيع من الأهلي. الأهلي العريق قدر اللاعب ماركو مارين أنه في الدقيقة 68 يحرز الهدف الثاني، هدف الفوز للأهلي في الدوري. واستطاع الأهلي أن يضغط الوحدة في منتصف ملعبه أمام مرماه، ولحظات كانت حرجة جدا على فريق الوحدة عندما أضاع الأهلي الهدف الثالث والرابع. نتمنى التقدم دائما والفوز للأبد للأهلي في المباريات القادمة.